إلى مأساة شريحة مهمة من المواطنين في العراق وهم تجار الدواجن. لاحظوا الصور التي ستظهر تباعا أمامكم الآن. في هذه الصور نرى أصحاب حقول الدواجن في ديالة وهم يقطعون الطريق الرابط بين بغداد وكركوك احتجاجا على قرار منع تسويق منتجاتهم إلى بغداد والمحافظات الأخرى. طبعا هم هنا يحتجون على استمرار حظر تسويق منتجات الدواجن إلى بغداد بسبب ما وصفوها احترازات صحية لا دخل لهم بها. التجار أكدوا أن بضائعهم سليمة وهم العراقيون وأهل البلد وما زالوا ممنوعين من إدخال بضائعهم.